واضحة جدا للجميع، ايه رأيك في هذا الموضوع؟ بص، بقيمة الأهلي ممكن يبقى فيه عدد كبير جدا من الحاقدين عليه او الناس اللي هي بتتمنى الوصول ليه، وده وضع طبيعي في العالم كله، ده حتى في الحياه الشخصيه اي انسان ناجح، يعني ما بالك بمؤسسه الاهلي يعني. على فكره ما بزعلش خالص من ده خالص، ولا بيضايقني، مش عايز اقول لك ولا بينرفزني، عمري في حياتي مثلا ما في حد اتكلم على الاهلي ولا حاجه بشكل فيه يبان ان هو فيه امور هجوم على الاهلي او حقد كده للأهلي. ولا حاجه، وتلاقي نفسك يعني ممكن يعني حبك للنادي يبقى دافع ان انت ترد في بعض الاوقات، لكن ما ياثرش على شغلك. يعني بشوف ان ده بشوف كده بشوف ان مكانه الاهلي وقيمه الاهلي ممكن تخلي كتير جدا جدا يتكلم عليها. في بعض الاحيان انت اتنرفزت شويه او حسيت ان انت اتنرفزت شويه خلال الفتره اللي فاتت برضو، لان انت كان ليك كام حاجة كده ورا بعض وفي توقيتات معينة، يمكن أنا عارف سيد عبد الحفيظ فأنا هبقى عارف أنت ليه بتقول كده في الوقت ده تحديدا، لكن هل أنت، أنا بسألك أسئلة الناس برضو، هل أنت حاسس أن أنت اتنرفزت في وقت معين، أخطأت في حد، عملت حاجة؟ بص، أنت في الأول بالآخر بشر يعني يعني أنا برضو مقتنع بحاجة يعني في حياتي عامة، يعني أنت في الأول والآخر الإنسان يعني طبعا. في بعض الأوقات بتغلط في حاجات كتير قوي، في بعض الأوقات بيبقى في امور تقول عليها استعجلت فيها شويه، لكن في الشغل تمام 90% من قرار او تصريح او وجهه نظر او مكالمه تليفونيه يعني لا ببقى قصدها 90%. مقصود منها شيء، انا قلت لك في سياق الكلام من شويه، قلت لك في الشغل لو في اختلاف مهم قوي انت تحدده، الاختلاف ده انت اللي بتحدده امتى، والتون حتى في الصوت بيبقى عامل ازاي مهم قوي. ده في الشغل، مش اي وقت كده انت قاعد بتتغدى ولا بتتعشى في واحد ينرفزك في الشغل. تمام، لا يبقى الخبرات زيرو على طول، الخبرات زيرو على طول تمام، او فيها عنجهيه يعني ان انا لازم انا اكسب اي مشكله يعني. لكن في الشغل مهم قوي ان انت لو دخلت في خلاف مع حد ولا حاجه انت اللي تحدد الطريقه والمكان، الوقت مهم قوي، الوقت ده ممكن تخش في خلاف مع حد مش في صالحك انت في الوقت ده خالص. بالظبط، فاهمني؟ يعني مثلا على سبيل المثال مثلا يعني وانت حتى في فرقه الكوره نازل تكسب مباراه مهم جدا ان انت تكسب، ما ينفعش اللعيبه بتاعتك تبقى متوتره، هل ده ما بيحصلش؟ بيحصل طبعا في بعض الاوقات، لكن مش صح. يعني انت نازل تكسب من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره مثلا، تنرفز نفسك من الدقيقه الاولى ما ينفعش، ولا حتى فاضل خمس دقائق سبع دقائق يعني ممكن كلامنا مع اللعيبه يبقى كده. الخمس دقائق دول في عالم كره القدم كبير جدا وكتير جدا، وحصل فانت كتير. لو ضيعتهم في خلاف تمام، الحكم هيقعد يعمل كده وهيعمل كده وهيعمل كده ويوقف اللعب ويجيب لي وفي الاخر هو عايز ينهي الماتش. طبعا هو في الاخر حساباته الشخصيه ان هو يخرج المباراه لبر الامان زي ما قال يعني زي ما بيقولوا يعني، فيجيب كابتن الفرقه من هنا وكابتن الفرقه من هنا، يبقى انت ضيعت من خمس دقائق دول ثلاث اربع دقائق على اساس بس ان انت حماسي. لا غلط. فطريقه الخلاف او طريقه الخلاف ده مهم جدا، ما ينفعش ان انت اي حد في اي وقت في مصلحه دلوقتي مثلا، يعني انت راجل متصدر الدوري او راجل واصل لقمه الدوري وفرق عدد كبير جدا من النقاط، يبقى ما ينفعش ان انت تعمل اجواء فيها عصبيه لفرقتك. تمام، لكن في وقت بتبقى حابب ان يبقى في نوع من التشتيت او عدم التركيز مع منافس ولا حاجه، ده مهم جدا. قبل ما اروح للحته دي بس